المصلحه ديال الشغيله التعليميه او الطبقه العامله بشكل عام بقدر ما كيخدم يعني المصالح ديالها هي وديال الناس المشغل بشكل عام، لا سواء يعني في القطاع ديال التعليم ولا سواء يعني المشغل خصوصا في المصانع او غير ذلك. يعني ان النقاش ديالنا ديال واحد القانون معين او النقاش ديالنا الحيتيات ديالو او المضامين ديالو ماشي يعني ماشي المراد منه هو التجويد ديال المضامين داك القانون هذا بقدر ما هو يعني الاساس نوجدوا الاساس ديال الرفض ديالنا لهذه المخططات هذه ولهاد القوانين هذه. قبل ما نتحدثوا على المضامين اللي كتجي في هذا المشروع القانون ديال الاضراب لابد اولا ان نتحدث عن سياق عام ماشي بشكل عام السياق ديال الهجومات المتواصله ولا ديال المد النضالي والجذر النضالي عفوا اللي كتشهدوا الحركه الجماهيريه واللي بطبيعه الحال هيكون النتيجه ديالو هي تشديد ديال الهجوم والتكثيف ديال الهجوم على المكتسبات التاريخيه اللي تحصلات بنضالات مريره ومن بينها الحق ديال الاضراب. السياق اللي نتحدث عليه هنا هو ان التراجعات ديال المغرب على المصادقه على مجموعه المواثيق الدوليه اللي كانت كتحدث او اللي كتضمن واحد الحد ديال الحريات النقابيه وواحد الهامش ديال الحريات النقابيه. الى خدينا واحد الفتره ما بين النهايه ديال الخمسينات الى حدود بدايه ديال السبعينات المغرب غادي يصادق على اكثر من 25 اتفاقيه دوليه اللي كتنص في المضمون ديالها على الحريات النقابيه وعلى الحق في الاضراب بشكل عام. لكن مباشره من بعد السبعينات في العقد ديال الثمانينات فقط المغرب غادي يصادق على ثلاثه ديال الاتفاقيات، في الفتره ديال التسعينات كذلك فقط على جوج ديال الاتفاقيات. اذا كيبان لنا المستوى ديال التراجع المهول على المصادقه على الاتفاقيات الدوليه اللي كيف ما قلت كتضمن واحد الهامش ديال الحريات النقابيه وكتضمن يعني الحق ديال الاضراب. في المقابل هيكون سن مجموعه القوانين على المستوى المحلي اللي كتناقض في المضمون ديالها مع هاد المواثيق الدوليه. ناخذ مثال ديال الفصل 288 من القانون الجنائي اللي كيجرم الاضراب، ثم كذلك الماده 5 من المرسوم ديال 5 فبراير 1958 اللي كيجرم الاضراب وكيحرم الاضراب على الموظفين وعلى الموظفات. اذا هذا بشكل عام واحد السياق اللي متصل اللي وصلنا في هذه المرحله هذه اللي كتشهد تراجع كبير ديال الحركه النضاليه لا سواء داخل القطاع ديال التعليم ولا سواء ديال القطاع ديال مجموعه القطاعات ككل. اذا هنا هذه تكون فرصة سامحة بالنسبة للحكومة الحالية اللي الشيء الذي عاهدناه منها هو المصادقة ديالها على مجموعة المخططات التراجعية لا سواء كما ذكر رفيق قبلي المخطط ديال الإجهاز على الصندوق ديال التقاعد، لا كذلك التمرير ديال المخطط التعاقد المشحوم، لا كذلك يعني المصادقة على المشروع محاولة المصادقة على المشروع ديال القانون ديال الإضراب. إذا نحن اليوم أمام مرحلة أخرى من المراحل ديال الهجوم، كنشهدوا مرحلة ديال التكثيف ديال الهجوم، هذا على المستوى ديال التنزيل ديال هذه المخططات هذه، أما على المستوى أن المشغل بشكل عام أو الباترونا في القطاع ديال التعليم قد باشرت منذ يعني قبل ما تخرج لنا هذا القانون هذا المشروع ديال القانون باشرت التنزيل ديال المضامين ديالو، هلقاو في بعض المواد ديالو أنه لا يحق للمشغل بشكل عام أنه يجيب اجراء وحدين اخرين عوض الاجراء اللي كيكونوا مضربين الا في بعض الحالات معينه. لكن واقع الحال الا خدينا مجموعه الامثله مثلا الاضرابات اللي فاتت المسكيه الوطنيه ديال الاجل الفرد عن التعاقد السنه الماضيه شهدات في مجموعه المواقع وفي مجموعه المدارس ان كيتم التعويض ديال الاساتذه المضربين بناس وحدين اخرين طلبه مجموعه الناس اللي جاوا بصفه غير شرعيه وفق المضامين ديال هذا القانون هذا ما عندهمش الحق انهم يعوضوا الاساتذه المضربين. كذلك على المستوى واحد المساله اساسيه لابد ان نشير اليها هو ان الرهان ديال الدوله بشكل عام في تمرير مشروع قانون ديال الاضراب هي الهجوم على الشغيله التعليميه والهجوم على القطاع ديال التعليم، لكن بشكل كبير الهجوم على الطبقه العامله وعلى النضالات ديال الطبقه العامله، لان كنعرفوا ان الاضراب ديال القطاع ديال التعليم بالنسبه للدوله غير مؤثر، لانها ما عندهاش رهان في ولاد الشعب واش يقرا ولا ما يقراوش، بقدر ما الاضراب اللي كيكون مؤثر بالنسبه ليها هو الاضراب ديال العمال في المصانع وفي المعامل. كاين مجموعه ديال العمال في مجموعه الضيعات الفلاحيه ومجموعه المصانع اللي كياخذوا اضرابات، فاذا اصحاب المعامل كيجيبوا ناس اخرين عمال من الموقف وكيشغلوهم عوض داك المضرب، مما يفرغ يعني الاضراب من المحتوى ديالو اللي الهدف ديالو بالاساس هو تاثير يعني على الانتاج وعلى السلسله ديال الانتاج. اذا هذا من ناحيه الشكل. قبل كذلك ما نناقش النقاش ديال المضامين ديال الاضراب لانه شموليتها هو قانون ديال التجريم ديال الاضراب، لابد ان نطرح سؤالين مرتبطين بشكل جدلي، اولا ما المدلول ديال الاضراب في المضمون ديالو لماذا الاضرابات؟ ثم حتى نفهم يعني لماذا الهجوم على الاضراب؟ الاضراب بشكل عام هو واحد الاليه
اللي خدتها الشغيله التعليميه والطبقه العامله بشكل عام من اجل الدفاع عن المصالح ديالها، لان الاجير بشكل عام في الحياه اليوميه وفي الممارسه اليوميه للعمل ديالو يكون دائما يعني كيمارس العمل ديالو بدون اي نقد وبدون اي همهمه زعما في الواقع اللي كيعيش، ولكن اثناء الاضراب كيكسر الحاجز ديال الخوف، كيكسر الحاجز اللي كتحاول دائما داك المشغل ديالو انه يفرضوا عليه، وبالتالي الاضرابات لطالما شكلت يعني واحد المدرسه اللي كيتعلموا فيها الاجراء، اللي كتعلم فيها الشغيله التعليميه، اللي كتعلم فيها الطبقه العامله الاليات ديال الاضراب، وكتفهم وكتوعى بالدور المهم ديالها لا سواء في المنظومه ديال التعليم ولا سواء الطبقه العامله يعني والدور ديالها في الانتاج وفي السلسله ديال الانتاج. اذا هذا على المستوى يعني ديال السياق بشكل عام اللي كيجي فيه هذا المشروع ديال القانون ديال الاضراب. بشكل موجز نحاول نعرج على مجموعه ديال 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 المواد اللي في القانون ديال الاضراب، وربما هنبداو بالماده الثانيه اللي كتحاول تعرف الاضراب. نقرا على المسامع ديالكم بالحرف كيفاش جاء التعريف ديال الاضراب. الاضراب هو كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفه مدبره ولمده محدوده من اجل الدفاع عن مصالح عن حق من حقوق او مصلحه من المصالح الاجتماعيه والاقتصاديه المباشره للاجراء المضربين. اذا اول مساله كنوقفوا عندها الاضراب هو كل توقف جماعي. الاضرابات والانواع ديال الاضرابات بشكل عام يعني عبر المراحل التاريخيه كانت ممكن انها تكون اضرابات فئويه ديال فئه من داخل القطاع، او لا اضرابات كتوصل بعض المرات الاضرابات فرديه مثل الاضراب على الطعام وغيرها، او لا الاضرابات على العمل ولكن كتكون صفه شخصيه ديال عامل واحد او لا ديال موظف واحد. اذا هنا كاين الاجهاز على هذا الحق هذا. ثم كذلك على العمل يتم بصفه مدبره ولمده محدوده. بطبيعة الحال كنعرفوا ان الاضرابات بشكل عام كتكون دائما لمده محدوده، لكن في الحاله ديال ان المشغل او القطاع المسؤول الجهه المسؤوله على ذاك القطاع كتعنت وما كتبغيش تستجيب للملف المطلبي كنتقلوا في مستوى اخر الاضرابات المفتوحه. اذا هناك اجهاز على الحق في الاضراب المفتوح، لان الاضرابات دائما ستكون اضرابات ذات مده محدده من اجل الدفاع عن حق او مصلحه من المصالح الاجتماعيه والاقتصاديه. اذا هنا الاضراب وجب ان يكون بالاساس من اجل الدفاع عن مصلحه من المصالح الاجتماعيه والاقتصاديه، لكن بعض المرات ان الاضراب يكون من اجل الدفاع عن مصلحه اجتماعيه، مصلحه اقتصاديه، ثم كذلك مصلحه سياسيه وابداء الراي ولا مصلحه امور سياسيه اللي كتهم السياسه ديال البلاد بشكل عام، او لا كذلك كتكون عندها علاقه بالدفاع عن مصلحه من المصالح المعنويه ديال الشغيله التعليميه ولا ديال الطبقه العامله، من اجل الدفاع من اجل الدفاع عن الكرامه، من اجل الفرض واحد الهامش ديال الاحترام المتبادل، من اجل مجموعه ديال الامور. هذه النقطه بالضبط ديال الدفاع عن المصالح المعنويه ديال الاجراء، الى رجعنا المادة 398 من مدونة الشغل كتعرف النقابة على أساس أنها هي واحد الأداة اللي كيدافعوا بها العمال أو الشغيلة التعليمية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية ديالهم. إذن إلى قارنا مدونة الشغل على علتها ديال 2004 ونوصلوا لهذا المشروع ديال القانون، إذن هناك واحد الردة وهناك واحد التراجع على مجموعة ديال المكتسبات. ثم كذلك أن هذه الإضرابات كتكون فقط خاصه يعني بالاجراء المضربين، المصالح ديال دوك الاجراء المضربين، وكيف ما عرف الرفيق من قبل ان الاشكال ديال الاضراب تكون بعض الاحيان هي اضرابات تضامنيه، اي ان الشغيله في واحد القطاع معين تتضامن مع شغيله ديال القطاع اخر من اجل فرض واحد موازين قوى اللي من خلالها ممكن الشغيله المعنيه تنتزع المكاسب ديالها. اذا هذه كلها يعني اجهازات تم الاجهاز عليها، هذه كلها امور تم الاجهاز عليها في هذا التعريف ديال الماده في الماده 2 التعريف ديال الاضراب. ثم كذلك هناك واحد المساله غير واضحه في هذا التعريف، هي هل الاضرابات تكون كليه او لا تكون ما يسمى بالاضرابات بالتباطؤ، ان العمال او الشغيله التعليميه بشكل عام ممكن ان تلجا في بعض المرات للاضراب بالتباطؤ، بمعنى انا كنشتغل بواحد الايقاع معين ممكن نشتغل بواحد الايقاع اقل، مثلا العمال في المصنع كينتجوا واحد 50 وحده في الاسبوع او لا في اليوم، ممكن انهم ينتقدوا الانتاج ديال 20 وحده ويسمى اضراب بالتباطؤ. اذا هنا الامور غير واضحه، لكن هننتقل مباشره للماده 12 التي كشفت المسكوت عنه في هذه الماده 2 اللي كتقول يمنع كل توقف مدبر على العمل يتم بالتناوب وبكيفيه متتاليه، بمعنى واحد الفئات كتشتغل في القطاع مثلا ديال التعليم، ناخذوا مثلا فئات كتشتغل في القطاع ديال التعليم، واحد النقابه معينه او لا تنسيقيه معينه هدير لهم اضراب واحد الجهه
مثلا واحد الجهه نسوا التقسيم الجغرافي مثلا الجهه ديال الدار البيضاء، ثم بعد ذلك الاضراب غديروا الجهه ديال الرباط. اذا هذا النوع من الاضرابات وكنعرف التاثير ديال هذا النوع من الاضرابات تم حتى هو كذلك الاجهاز عليه. اذا هذه مجموعه ديال النقاط فقط ومجموعه ديال المكتسبات اللي تم الاجهاز عليها فقط على المستوى التعريف ديال الاضراب اللي كاين فقط في الماده الثانيه. ننتقل كذلك الماده رقم 3 اللي كتحدد لنا الجهات الداعيه للاضراب، وكتقزم هذه الجهات الداعيه للاضراب فقط يعني في النقابات الاكثر تمثيليه. الاكيد هو ان النقابه هي طالما شكلات داك المكسب ديال الشغيله التعليميه والطبقه العامله اللي كتدافع به على المصالح ديالها، لكن في الاونه الاخيره والاسباب ذاتيه وموضوعيه ظهر لنا ما يسمى بالتنسيقيات في قطاعات معينه، لا سواء في القطاع ديال التعليم ولا في قطاعات اخرى. هذه التنسيقيات الإيجابي فيها أنها رجعت لنا واحد الروح ديال الديمقراطية الداخلية داخل العمل النقابي بشكل عام، خلات لأنها القواعد الأستاذية والجماهير الأستاذية هي اللي كتشارك في التقرير وفي التسيير، وهذه الأمور هذه كلها كتخلي لنا أن العمل النقابي كنرجعوا ليه ذاك المضمون الكفاحي ديالو، وكنزعوا البساط شيئا فشيئا من تحت البيروقراطية يعني اللي مسيطرة على العمل النقابي. إذا هنا أن مجرد تفعيل ديال هذا المشروع ديال القانون ديال الاضراب، اي مناضلين فكروا انهم ياسسوا واحد التنسيقيه في واحد القطاع معين راه غادي تسرع لهم مجموعه ديال المساطر الزجريه اللي غنتعرفوا ليها في الفصول في الامور في المواد اللي جايه. اذا هنا الماده الثالثه كتحدد بشكل واضح ان النقابات الاكثر تمثيليه هي اللي عندها الحق تدعي للاضراب وفق واحد المساطر اللي غادي نتطرقوا ليها من بعد. كذلك الماده الرابعه كتحدد لنا الناس اللي ممكن انهم يشاركوا في الاضراب، كتحددوا فقط في الموظفين ومجموعه الناس، في حين ان في بعض الدول اللي عندها واحد الهامش ديال الديمقراطيه ان حتى الناس ديال حاملي السلاح الناس ديال الجيش عندهم الحق انهم يشاركوا في الاضرابات، في حين ان المغرب كنلقاو انه ما كاينش اصلا نقاش على الاضرابات ديال الطلبه، على الاضرابات ديال التلاميذ، وكنعرفوا الدور المهم اللي لعبته الاضرابات لا اللي خداوها التلاميذ ولا اللي خداوها الطلبه في انتزاع مجموعه ديال المكاسب وفي تفجير مجموعه ديال المعارك البطولية. إذا كذلك هنتقد المادة 5 واللي كتحدد جزء منها بالبند العريض، كل دعوة للإضراب خلاف الأحكام هذا القانون تعتبر باطلة، ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا. إذا هذه الجملة هي جملة فضفاضة، كل إضراب لأهداف سياسية يعتبر ممنوعا. كيف سنحدد الإضراب اللي عنده أهداف سياسية والإضراب اللي ما عندوش أهداف سياسية؟ زعما اللي عنده اهداف نقابيه، في ظل ان دائما الاهداف النقابيه مرتبطه باهداف سياسيه والعمل النقابي دائما مرتبط بعمل سياسي معين. اذا هنا الا خدينا مثال، الدوله الان كتقول بان السياسه ديال التعاقد هي خيار استراتيجي غادي فيه الدوله، وبالتالي اي نضال ولا اي اضراب اللي الهدف منه هو الاسقاط مثلا لهذا المخططات ديال التعاقد، ممكن الدوله تقول لك هذا اضراب سياسي وبالتالي تعتبره باطلا وغير مشروعا بحكم هذا القانون. اذا هذه جمله فضفاضه تخلي التاويل والامور مفتوحه، ان الدوله في كل مره يبان لها واحد الاضراب نجح او لا وصل لواحد الغايات معينه غتقول لك هذا اضراب ذو طابع سياسي وبالتالي هو اضراب ممنوع بحكم القانون وحكم مشروع ديال القانون ديال الاضراب. اذا هذه كانت مجموعه المواد اللي كتدخل في السياق ديال الباب الاول، ثم كذلك نعرج على بعض المواد الاخرى لان صراحه هي كل ماده وجب الوقوف عندها وبتمعن وكل كلمه. ثم اشاره اخرى هو ان هذا المشروع قانون ديال الاضراب هو خرج باللغه الفرنسيه، وحتى الترجمه اللي كاين هي ترجمه غير صحيحه، بمعنى ممكن في مراحل معينه يجيب لك الترجمه الاصليه ويقول لك شنو كتقول الترجمه الاصليه ومناقضه لها الترجمه اللي دارتها وزاره التشغيل اللي كاينه. على اي الباب الثاني في المادة 7 لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام 30 يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي. إذا عندك واحد الملف مطلبي كشغيلة تعليمية كطبقة عاملة كفئة في واحد القطاع معين، عندك ملف مطلبي معين، غتحط الملف المطلبي ديالك في أجل ديال 30 يوم عاد ممكن تلجأ للإضرابات. وكيقول لك بأن هذه المدة ديال 30 يوم كتكون هي مدة من أجل التفاوض، وحنا كنعرفوا أن التفاوض في الأصل ينتزع بإضرابات مريرة. دائما نرجع للمثال مادام كنناقشوا في القطاع ديال التعليم، التنسيقية الوطنية للأسجل الفرد عليهم التعاقد السنة اللي مضات خذات مجموعة الإضرابات ومجموعة المعارك البطولية حتى وصلنا ل 13 أبريل عاد الوزراء نزلات من أجل التفاوض. إذا خدينا واحد الإضراب، كيفاش ممكن أننا نتفاوضوا؟ واش هذا الشيء كيبان على المستوى النظري مثالي إلى أبعد حد؟ كيفاش ممكن أن نتفاوض على واحد الملف مطلبي وانا مازال ما خديتش اضرابات؟ وزعما حنا وصلنا في المغرب لهذا المستوى ديال الديمقراطيه وهذا المستوى ديال الحريه
والدولة زعما هتنزل عند الناس اللي عندها هذا الميل في الطلبة قبل ما تدخل أي إضراب، راه حتى كتنجح الإضراب هذا وكتنجح الأشكال النضالية عاد ممكن ننتزعوا هذا المكسب ديال التفاوض. ثم تيقول لك في حالة إلى ما نجح التفاوض ممكن عندك أنك تلتجأ للإضراب. كيفاش هنا كنطرحوا السؤال، كيف لا يمكن اللجوء للإضراب قبل التفاوض ويمكن اللجوء له بعد فشل التفاوض؟ التفاوضات فشلات مع الجهات المعنية، أنا ذاك عاد ممكن أنك تلجأ للإضرابات. حنا كنعرفوا الإضراب هو من أجل الضغط، ويكون التفاوض من أجل حل واحد الملفات المطلبية وانتزاع بعض المكاسب. إذا التفاوضات فشلات ما كيبان لي هنا ما بقاش باش كاع نديروا هذا الإضراب. كذلك المادة 23، يعني ما هنحاولش نعرج على جميع المواد. المادة 23 لا يجوز في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم بين الأطراف المعنية على إثر الاستجابة للملف الطلبي اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها إلا بعد انصرام أجل سنة. بمعنى عندك واحد الملف الطلبي دخلتي في المفاوضات ديال على الأرضية ديال الملف الطلبي، ثم تم التوقيف ديال الإضراب من أجل النقاش مع الجهات المعنيه، او لا تحقق لك داك الملف المطلبي. نفرض جدلا انه تم التحقيق ديال الملف المطلبي، ما عندكش الحق تدخل في اضراب اخر الا بعد مضي 365 يوم، سنه كامله. وحنا كنعرفوا المشاكل اللي كتعانيها لا سواء الشغيله التعليميه ولا سواء الطبقه العامله، من اجل انها كي عندها السلاح الوحيد اللي هو الاضراب. اذا في كل مره هي في حاجه لتشهير بهذا السلاح ديالها من اجل انتزاع المكتسبات. بمعنى عندك الحق في اضراب واحد في كل سنه على ارضيه نفس المطالب، والمطالب راها مرتبطه بشكل عام. اذا لا كان عندي ما عندي ملف مطلبي فيه زياده في الاجور، فيه تكريس ساعات ديال العمل، فيه الترقيه، فيه اسقاط مثلا المخططات او هذا، هذا الملف المطلبي راه هو الملف المطلبي اللي غنبقى نترفع عليه دائما. اذا ما عندكش الحق بمقتضى هذه الماده هذه على انك تمشي في اضراب الا بعد مضي 365 يوم. ثم كذلك الماده 27 يمنع على الاجراء المضربين احتلال اماكن العمل خلال مده سريان الاضراب. مده ديال الاضراب في واحد القطاع معين في الشغيله التعليميه الطبقه العامله ممنوع منعا كليا على انك تحتل المكان ديال الاضراب. وحنا كنعرفوه وانه ممكن بعض النوع ديال الاضرابات كتكون داخل المؤسسات، هذه بالنسبه للاساتذه كتكون في ساعه وكيديروا وقفات مثلا داخل المؤسسه. اذا هنا اجهاز على هذه المكتسبات، ونحسبوا غير من بدينا وهذه المواد اللي عرفنا عليهم شحال ديال المكتسبات اللي تم الاجهاز عليهم. ثم كذلك بالنسبه للطبقه العامله والعمال، مادام اتفقنا في البدايه على ان هذا القانون ديال الاضراب راه المستهدف فيه بدرجه اكبر هي الطبقه العامله والدور المهم اللي كتقوم به العمال. الاضراب بالنسبه لهم هو مدرسه، ومدرسه هي هو مدرسه ديال الحرب، ومدرسه الحرب ليست هي كل حرب. بمعنى ان الاضراب هو وسيله من الوسائل اللي كيمشيو فيها، ثم كذلك كينتقلوا لوسائل الاخرى، هي الاعتصام في المكان ديال الاضراب، هي المبيتات الليليه، هي مجموعه الامور اللي كيكون داخل الاضراب. هو غير كنوفروا ديك الارضيه فين ممكن نديروا هذه الانشطه هذه، وبالتالي المنع ديال الاجراء من التواجد في المكان ديال الاضراب هذا راه اجراء بحد ذاته. وحتى الاضراب هنا ما كيبقاش عنده يعني المضمون ديالو، المضمون ديالو المتمثل بالاساس في عرقله الاشغال، من يعني من اجل الضغط على المشغل ولا على الراسماليه بشكل عام باش تنتزع دوك المكاسب ديالها. ثم نقطه اخرى حتى لا يفوتني الوقت من اجل الاشاره اليها، هنمشيو للماده 7 اللي قلنا كتحدث على الجهات اللي عندها الحق في الداعيه للاضراب. كتحدث كذلك على ان الجهه الداعيه للاضراب خاصها توفر وتلتزم بتوفير واحد الحد الادنى من الخدمه الاساسيه. بمعنى ان عندك وفق هذه المصادر الطويله كامله انتزعتي الحق في ممارسه الاضراب، كتلتزم بتوفير حد ادنى من الخدمه الاساسيه، وهذا الحد الادنى من الخدمه الاساسيه كيبقى مفتوح على جميع التاويلات. بمعنى مثلا كنشتغل واحد العمال في واحد الشركه 100 عامل، ممكن المشغل يقول لك بان الحد الادنى هو 90. كنشتغلوا في قطاع ديال التعليم، عندنا واحد الاطار معين، هندعوا الاضراب حنا في ذاك الاطار مثلا 50,000 استاذ ولا هذا، هتقول لك الحد الادنى هو 40,000 استاذ. بمعنى كتلتزم انت معاه بتوفير ذاك الحد الادنى من الخدمه الاساسيه، وكيبقى لهم هما يا الدور في تحديد ذاك الحد الادنى وفق الشروط اللي كتبان لهم. اذا هذا كان في علاقه مع الماده 7، حاول ترجع لواحد النقطه كذلك فيها. نقطة أخرى كذلك أو مادة أخرى، هذو فقط المواد الأساسية اللي كتبان لنا. المادة 36 والحديث هنا عن الأحكام في حالة ممارسة أي نوع من الإضرار الذي يخل أو الذي لا يتماشى والمصادر يعني المنصوص عليها في هذه النقطة هذه.
اي اضرار من هذا المستوى هذا كاين مجموعه الاحكام الزجريه اللي ممكن تمارس عليك واللي غادي تنزل عليك في حاله ما التزمتيش بهذه النقاط هذه. من بينها عندنا الماده 36 اللي كتقول يعاقب بغرامه من 20000 درهم الى 50000 درهم كل مشغل او منظمه مهنيه للمشغلين او منظمه نقابيه عرقلت ممارسه الاجره حقهم في الاضراب خلافا لما هو منصوص عليه، ويعاقب بغرامه من 2000 درهم الى 5000 درهم كل اجير ارتكب نفس الفعل خلافا للاحكام المنصوص عليها. بمعنى كل منظمه او لا اطار او لا نقابه او لا تنسيقيه، هذا الشيء افترضنا جدلا ورجعنا للماده 7 راه التنسيقيه ما عندهاش حق تدعي الاضراب، كل من مارس واحد الاضراب معين بدون التزام بهذه الامور هذه هالمساطر اللي تنزل. في المقابل يعاقب بغرامه 20000 درهم الى 50000 درهم المشغل كل مشغلين احل اجراء احل اجراء اخرين محل الاجراء المضربين. بمعنى في حاله عدم التزام الشغيله التعليميه او لا الاجراء او لا العمال في المعمل بهذه البنود هذه، كل عامل كيلتزم انه يخلص 2000 درهم والشركة والمشغل ككل كيلتزم يخلص 50000 درهم. نفترض جدلا ان عندنا في واحد المصنع وكنعرفوا العدد ديال العمال في المصانع اللي كيتجاوز الالاف، اذا عندنا غير 100 عامل راه عندنا 200000 درهم. في المقابل المشغل والشركة ككل والامتداد ديالها باعتبارها شركة تابعة للدوائر الرأسمالية كتخلص لنا 20000 درهم، ويبان لنا مدى الفرق. وهنا هذه مجموعة الامور اللي كتبين لنا الانحياز التام، ما كنقولوش حتى الحياد، فقط الحياد ما كاينش في هذا المشروع القانون ديال الاضراب. فما بالك انها تكون منحازه للطبقه العامله والشغيله التعليميه، هي منحازه كليا يعني المشغل الطبقه العامله للناس اللي حاكمه. اذا هادو كانت مجموعه ديال المواد اللي حاولنا نشيروا ليها زعما بشكل مختصر. هو كل ماده كما قلت في هذا المشروع القانون ديال الاضراب تحتاج انك توقف على كل ماده ماده، كل نقطه نقطه، كل كلمه كلمه هي ذات تاويل، ولا دخلنا في التاويلات ديالها كنخرجوا في نهايه المطاف ان هذا المشروع ديال القانون ديال الاضراب لا نبالغ ان قلنا هو مشروع تجريم الاضراب، هو مشروع سلب الحق ديال الشعب المغربي في الاضراب، هو مشروع ديال تحقيق واحد النصر تاريخي، النصر تاريخي ديال الباترونه وديال الناس اللي حاكمين في هذه البلاد على الكاهل ديال الموظفين، على الكاهل ديال الطبقه العامله. اذا هذا المشروع ديال القانون ديال الاضراب او هذه القراءه البسيطه اللي حاولنا نديروا فيه مرتبطه بمجموعه ديال الهجومات، لا سواء المخطط ديال التعاقد، لا سواء مجموعه ديال المخططات اللي ما نزلاش غير على القطاع ديال التعليم، نزلت مجموعه ديال القطاعات، الزياده في الضرائب على القيمه المضافه في المواد الاستهلاكيه، الاجهاز على الصحه العموميه وغيرها من الامور. هذا الفهم الشامل لهذه الامور هذه كيحلنا مساله اساسيه واللي ربما هي الجزء الثاني من شعار ديال الندوه، هي رهانات توحيد النضالات الفئويه. اليوم هذا الهجوم الشامل والمنظم باش كنواجهوا حنايا بنضالات فئويه، نضالات هنا نضالات هناك، فئه تعليميه الاساس ديال المفروض عليهم التعاقد، فئه المطالبه بالترقيه بالشهاده وطور التخطيط، الزنزانه تسعود وغيرها وغيرها وغيرها. المطلوب اليوم ما دام الهجوم هو هجوم متواصل، المطلوب اليوم ان يكون التصدي ديالنا والمواجهه ديالنا ان تكون مواجهه منظمه بالاساس، ومواجهه منظمه على ارضيات ملفات مطلبيه مشتركه. راه كاين تقاطعات ما بين الملفات المطلبيه ديالنا اليوم، راه الاستاذ المفروض عليه التعاقد اليوم راه هو استاذ حامل الشهاده اليوم، وهو استاذ ممكن مستقبلا يكون بين الاطر ديال التخطيط والاطر ديال التوجيه، وممكن يكون استاذ في الاداره التربويه. اذا خصنا غير نوسعوا الرؤيه ديالنا باش يبان لنا الارتباط الجدلي بين هذه الملفات المطلبيه ككل، على اساس ان نوجدوا الظروف ونحاول نهيئوا الظروف لواحد الاضراب عام في القطاع ديال التعليم، ممكن يجمع هذا القطاع هذه الفئات كامله، وممكن نخلقوا به واحد الجزء من موازين القوى اللي من خلالها ننتزعوا هذه المكتسبات ديالنا اللي كانت الى حين هي حقوق كتمتع بها الشغيله التعليميه. هذا جانب من الجواب على السؤال ديال الرهانات المطروحه اليوم. ثم كذلك جانب اخر، مادام الهجوم اليوم كيف ما قلت هو ماشي غير القطاع ديال التعليم، وجب ان نكسر هذا الحاجز اللي كنصنعوه حنايا كاساتذه نناضل فقط في القطاع ديال التعليم. الا كنا كنقولوا اليوم ان الرهان ديالنا
أو للصراع ديالنا مع الدولة، هو صراع الجماهير. وجب أن نكسر هذا الحاجز ونحاول ما أمكن، نحاول ما أمكن أن نلتحم يعني بالهموم ديال الجماهير، على اعتبار أن خلق شروط والتحام الجماهير وتفجير معارك على أرضية ملفات مطلبية، هذه الأمور اللي كنقولها ماشي هي إرادة شخصية أو لا فهم ديال الناس معينين بقدر ما هي ضرورة كتفرضها طبيعة الملفات المطلبية اللي كنناضلوا عليها. إذا كنناضلوا اليوم على الإسقاط ديال مخطط التعاقد، إذا كنناضلوا اليوم على الإسقاط ديال هذا المشروع وعدم تمرير هذا المشروع قانون ديال الإضراب، خصنا نوعاو بالجسامة ديال 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 المهام الملقاه على العاتق ديالنا. وبالتالي مادام هذه الفئات، هناك فئات اخرى خارج القطاع ديال التعليم حتى هي معنيه بهذه الامور هذه، فلما لا اننا نعمل كل جسور ديال التواصل معهم، لما لا اننا نصيغ ملفات مطلبيه تتجاوز القطاع ديال التعليم الى جانب هاد الناس هادو. انا ذاك في خضم هاد المعارك هادو ممكن هاد الحركه هذه هي تفرز لنا الاليات التنظيميه ديالها، بعيدا يعني عن التنظيمات كتنزل على الاساتذه وعلى الشغيله التعليميه وعلى كل هذه المهمشين من الفوق، اطارات تدعي على انها اطارات مناضله، اطارات تدعي او لا اشكال من الاطارات، تحالفات معينه، جبهات ديال النضال، مجموعه الامور. هذه الامور وجب ان تبنى يعني قاعديا من الاسفل، وجب ان ننطلق دائما من حاجات الجماهير لا من حاجاتنا نحن. الناس عندها مجموعه المشاكل كتعاني منها اليوم، نطارق ونجلسوا ونسمعوا لبعضياتنا في هذا السياق هذا ممكن نسطروا ملفات مطلبيه. وطبيعه الاطار اللي غنناضلوا فيه، واش جبهه، واش اطار، واش تنسيقيه، واش ما كيهمش، بقدر من المهم بالنسبه لنا هو تطوير العمل النقابي في ارتباطه بالعمل السياسي معين، في ارتباطه يعني بمدى التزامنا بهذه المشاكل هذه وبمدى قدرتنا على خلق واحد الموازين ديال القوى. اليوم الدوله ما التجأت او لا ما مشات في تمرير هذه المخططات اللي كان منصوص عليها قبالي. الا خدينا مثلا المخطط ديال التعاقد او الاليه التوظيف التعاقد، راه كان منصوص عليها في الميثاق الوطني للتربيه والتكوين في 1999، وكان النيه ديالها في السياسه ديال التكوين الهيكلي في 84، ولكن علاش الدوله خلاتها 2016 عاد نزلاتها؟ كاين مجموعه الامور، كاين التراجع ديال الحركه الجماهيريه، كاين التراجع ديال المد النضالي اللي كنتحملوا فيه المسؤوليه اقول اليوم حنا كشغيله تعليميه وكنعرفوا الدور المهم اللي لعباته الشغيله التعليميه اقول تفجير معارك، لا سواء في القطاع ديال التعليم ولا سواء خارج القطاع ديال التعليم. وهناك تجارب خالده في هذا المستوى على المستوى الوطني، تجارب اللي استطعنا من خلالها كاساتذه او لا كشعب مغربي ككل انتزعوا مجموعه المكتسبات ونضمنوا واحد الهامش ديال الحريات وواحد الهامش ديال العمل النقابي والسياسي في المغرب. اذا مختصر بشكل مختصر يعني اليوم اللي ملقى علينا، اللي ملقى على العاتق ديالنا اليوم كشغيله تعليميه، هو نتوحدوا على ارضيه ملفات مطلبيه، على اساس ان الملفات المطلبيه اولا المطالب اللي كتبان لنا ضيقه وكتهمنا حنا فقط راها مرتبطه بمطالب اخرى ديال فئات اخرى. هذا المستوى. مستوى اخر هو الكسر ديال الحاجز اللي ما بيننا وما بين الناس اللي كتشتغل في قطاعات اخرى اللي مستهدفه بالاساس من هاد المخططات هذه، واللي حتى هي لطالما ابالت عن الاستعداد ديالها وعن النضاليه ديالها. اذا مشينا اليوم المعارك اللي كتخوضها الطبقه العامله، ولو هي معارك لما بالغش نقدر نقول هي معارك منعدمه، ولكن كاين معارك هنا وهنا. كاين معارك الان كتخوضها مجموعه العمال على مستوى الشركه ديال امانور يعني في طنجه، فقط لانهم طالبوا مجموعه الحقوق ديالهم، خذوا اضرابات في المقابل جات الشركه جاو مسؤولين عن الشركه، فاذا بهم كيطردوا اكثر ما يزيد عن 8 ديال العمال. اذا هنا الباترونا غير ما كتسناش ان حتى يمر هذا المشروع ديال الاضراب، بادرت تنزيل المضامين ديالو. كذلك معارك اخرى كتخوضها مجموعه ديال العمال على مجموعه العمال الفلاحيين على مستوى ديال مدينه الشوكه اشبهها، فقط لان الاجور ديالهم ما تصرفات، فقط من اجل ديك الاجور الهزيله ديالهم. وهاد العمال هادو كياخذوا واحد المعارك اللي هي معارك مديده. اذا لماذا لا نطرح السؤال اليوم اين يكمن المشكل في عدم التنسيق مع هذه الطبقه العامله ومع المعارك ديالها ومع يعني النضالات اللي كتخوضها، على اعتبار كيف ما قلت في الاول ان الهجوم هو هجوم متواصل
من خلال مجموعه المخططات والارتباطات ديالها والشروط اللي تهيئات ليها. اذا لا بديل عن توحيد نضالات التشغيلات التعليميه في مرحله اولى في افق توحيد نضالات الشعب المغربي كاتبه. يعني الى هنا.